طبعا الصين، وانتوا عارفين انه احنا بنتطلع للصين الوقت ده كتير جدا في الاخبار، سواء عشان نتكلم عن سلاسل التوريد العالميه اللي الصين جزء منها وجزء من حركه تضخم عالميه بتحصل في العالم. الصين متحكمه في جزء من الصناعات المغذيه، وده تابعناه على مدار الايام اللي فاتت. كمان من مجموعه ايام ابتدت الصين تخاطب شعبها وتقول لهم خزنوا مواد غذائيه، وده طبعا لعدد من الشعب، يعني مقداره هذا العدد الكبير، دي خبر مهم العالم كله التفت. هو الصين بتقول كده ليه؟ بقراءة بسيطة، الصين كما معظم الدول الأوروبية بتستعد لموجات جديدة من فيروس كورونا طبعا بحلول الشتاء، وده يبدو أنه كلام منطقي جدا، والعالم خلاص بقى بيعمل الإجراءات الوقائية والاحترازية مهما زاد عدد اللقاحات أو مهما كان الحديث عن علاجات لكورونا، وده هنتكلم عنه كمان النهاردة في الحلقة. لكن الحديث عن استعداد لموجات ده كلام مهم. الصين حذرت مواطنيها وقالت في بيانها بتطالبهم بتخزين السلع الاستراتيجية. فبطبيعة الحال ما كانش حد متوقع ده، لكنها استقرت على أنه موجة كورونا طبيعية. السؤال اللي فعلا يعني بيلفت نظري في الخبر ده هو، ما هو الصين الآن من فيروس كورونا إلى هذا الحد وبعد هذا العدد من اللقاحات وبعد الحديث الكبير عن أدوية قريبة، ليه الموضوع بيصدر مرة تانية على أنه هلع ورعب ويعني محاولات إغلاق بشكل يبدو أن الحكومات مصرة عليه رغم أن الناس بتقاومه بشدة؟ خلونا نفهم التفاصيل دي من دكتور علي الوعري، أخصائي جراحة الصدر والجهاز التنفسي، واللي بيكلمنا من بكين، فهو أدرى بما يحدث هناك. مساء الخير دكتور. مساء النور سيدة ديما، ومساء الخير للمشاهدين جميعا. دكتور علي، كان مثير للهلع ومثير للرعب جدا أنه الصين تدعو مواطنيها لتخزين السلع، وبدا وكأنه خبر سياسي أكثر من أنه خبر داخلي يخص المواطنين. إيه توصيفك لهذه البيانات اللي تكررت أو اللي صدرت في الصين؟ هو صراحة الخبر صحيح وصدر في 2 نوفمبر، أي قبل أيام عديدة، من وزارة التجارة الصينية بخصوص يعني توجهه كان موجه للمحافظات بعموم الصين بشكل عام، بأنه خزنوا المواد الغذائية، خاصة أنه فصل الشتاء قادم وبيصير شح خاصة بالخضار، يعني أسعار الخضار بتكون أعلى من أسعار اللحمة في بعض الأحيان لأن سقوط الثلوج والبرد والأشياء هذه. اللي ثار المخاوف في الشارع الصيني وتم للأسف تضخيم هذا الخبر من قبل وكالات الأنباء العالمية، هو يعني الإعلان هذا هو روتيني، ولكن اللي أثار القلق وصار حوار الشارع في الصين أنه تجنبوا حدوث أي حالة طارئ. يعني هنا حالة الطارئ هذه الناس تخوفت، لأنه الإنسان الآن إحنا عايشين مش بس في الصين، في كل العالم عايشين جو خوف من المجهول، مش عارفين شو بده يصير، خاصة بأنه الوباء هذا لحتى هذه اللحظة لم نستطيع أن نسيطر عليه، كيف بدنا نتعايش معه في أمور مجهولة. هذه الأمور طبعا هذا بالنسبة يعني الإعلان هذا هو شبه روتيني، هو روتيني ما في أي شيء، يعني كل سنة الحكومة الصينية تصدر هذا الإعلان بس ممكن اللهجة تغيرت. هل هناك أسباب أخرى غير الوباء؟ هذه حاجة ثانية. هل الصين بدها توجه يعني كلام لبعض الدول أو بعض المنطقة الإقليمية هون؟ إحنا خلينا نتكلم بالوباء، فهو عادة يعني مخصص للمناطق اللي ظهر فيها الوباء، خاصة بشمال الصين، شمال غرب الصين، بأنه خزنوا الأمور هذه تزامنا مع انه ظهر فيضانات قبل هيك في مناطق في الصين، وكان في نقص في الامدادات الغذائيه عشان يتلاشوا الاخطاء اللي صارت بالكوارث في السابق. لكن يا دكتور، الامر ملوش علاقه بفيروس كورونا، بموجه جديده من فيروس كورونا، الموضوع ملوش علاقه مباشره بده، لانه بالتاكيد معظم الشعب الصيني تم تطعيمه، مش كده؟ الآن التطعيم لسه ما وصلش بنسبة 100%، صحيح أن التطعيم بدأ من سنة ونص تقريبا، الآن فوق 60% الشعب الصيني مطعم، وهناك تأكيدات من مصادر رسمية ويعني لجان اللقاحات بأنه
سيتم تطعيم نسبة 80% للشعب الصيني مع حلول نهاية العام بداية العام الجديد. يعني قبل شهر فبراير من عام 2022 سيتم تلقيح بنسبة 80% من الشعب الصيني. بس هناك كمان أيضا هناك في الآن بدأت التلقيح وليس بالجرعتين، يعني بدأوا الجرعة المحفزة بسبب أنه يعني خاصة عند كبار السن الآن. معظم كبار السن تم تلقيحهم بالجرعتين ومضت عليهم فترة 6 أشهر، والدراسات أثبتت بأنه بعد 6 أشهر تنقص الأجسام المضادة المتكونة نتيجة التلقيح خاصة عند كبار السن، أنهم هم كبار السن أصلا جهاز مناعتهم ضعيف، عندهم أمراض مزمنة مثل القلب، السكر، الضغط. لكن بشكرك. مفهوم يا دكتور انه يعني طبعا في احتياطات زي ما كل بلاد العالم بتعمل احتياطاتها وبحسب قدرتها بتعيد تطعيم مواطنيها، لكن الاقاويل والتاويلات اللي طرحت عن تخوف من وباء جديد، تخوف من امراض مستوطنه جديده، ده مش حقيقي. لا هذا مش موجود، يعني ما في خوف، انا بطمن الناس ما فيش خوف، الامور طبيعيه. المواد الغذائيه موجوده موفره، والصين اكدت على هذا الكلام بعد الاصدار الاعلام وزاره الخارجيه التجاره عفوا. هناك مسؤولين من وزاره التجاره في لقاءات صحفيه اكدوا بانه المخزون موجود، ما تخافوش، احنا بس احتياطات بناخذ احتياطاتنا، ما فيش منه الكلام هذا. الخوف انه الان، او مش خوف، انه الصين الان ليش هي حاله استنفار بالنسبه للبؤر التي ظهرت، لانه قرب موعد ايضا انعقاد الدوره الشتويه للاولمبياد راح يتم عقده في بكين في فبراير. فالصين حابه انها تكون عندها الاراضي نظيفه من الفيروس. احنا نتمنى ده، ويعني نتمنى انه بحلول العام القادم يبقى كمان العلم قال كلمات جديده. هل حضرتك تتوقع اقتراب صدور أدوية وعلاجات لفيروس كورونا زي ما الأبحاث في بريطانيا بتبشرنا؟ والله الأبحاث قائمة على قدم وساق بالنسبة للأدوية، ولكن للأسف يعني لغاية هذه اللحظة ما فيش دواء خلينا نقول فعال. أنا متفائل بالدواء اللي صدر مؤخرا من شركة ميرك البريطانية بانه تم يعني تطوير دواء كان اصلا يعالج يعني يتم تطويره لمعالجه الانفلونزا بالسابق، مولنيفيرافير. فهو اثبتت نتائج التجارب السريريه الاوليه بانه يخفض من نسبه دخول المستشفيات ب 50%، وهذا ايضا يخفض الوفيات. تمام. ومقارنة بالأدوية السابقة، يعني احنا عندنا خبرة بالأدوية السابقة، الدواء الأمريكي ريمديزيفير اللي كان مطور أصلا لعلاج فيروس الإيبولا. لكن هذا الدواء البريطاني الجديد يعني الدراسات تقول بأنه هو من 3 إلى 10 أضعاف فعالية أكثر من ريمديزيفير. بالضبط. ولكن في المجمل باختصار لا يمكن أنه يحل محل اللقاح، اللقاح ما زال هو الأداة والفعالة في الحد من انتشار الفيروس تزامنا مع فرض الإجراءات الاحترازية والوقائية. أخيرا دكتور، فرض الإجراءات الاحترازية والوقائية الحادث في الصين الآن، هل هو أشبه بالإغلاق زي ما في بعض البلاد بتلجأ في بعض الحالات، ولا ممارسة الحياة بشكل طبيعي والعمل والدراسة بشكل طبيعي لكن مع إجراءات مشددة؟ الآن سياسة الإغلاق لم تعد كما كانت في السابق منذ انتشار الوباء في الصين. الآن الصين وضعت معايير لتصنيف المناطق، هل هي منخفضة متوسطة أو عالية الخطورة حسب عدد الحالات التي تسجل. ما أعتقدش أنه رح يصير في إغلاق زي ما كان، لأنه الإغلاق بيهدم الاقتصاد، ولكن المعايير هذه تطبق بصرامة. وممكن لو فقدنا السيطرة على ظهور البؤر في بعض المدن ممكن تتجه الحكومة للإغلاق التام كما حدث في 3 مدن الآن. بالضبط. وأعتقد أنه لا الصين ولا أي دولة في العالم يعني تحتمل ذلك
في المرحلة اللي احنا فيها. أكيد. أنا بشكرك أكيد. شكرا جزيلا أكيد. دكتور علي الوعري أخصائي جراحة الصدر والجهاز التنفسي من بكين. يعني واضح إن احنا اللي كبرنا الموضوع شوية، أو واضح إن في أسباب داخلية تخص الصين، لكن بطبيعة الحال الحديث عن تخزين مواد غذائية ده كلام يعني كان عندنا حق، أو العالم كان عنده حق في إنه يهتم ويتابع. هذه هي طريقة الصين في إدارة أمورها، لكن ده لا ينفي إنه العالم كله دخل فعلا أو بدأت فعلا موجة كبيرة من موجات التضخم اللي هيتبعها أو هتستلزم كتير من الإجراءات، مش بس الاحترازية للوباء لكن كمان الاقتصادية العنيفة في معظم بلاد العالم.